قائمة جديدة للمنتخب الوطني تمهيدا للدخول في بطولة كأس العرب. والله كيف شاهدت؟ أنا كنت أتمنى أن يكون قائمة المنتخب المشارك بكأس العرب منتخب مغاير للمنتخب الوطني مع إضافة البعض كنواقص في المراكز أو يعني شنو مغاير؟ يعني لاعبين شباب جدد، لاعبين جدد لردف المنتخب الوطني في المباريات اللي هي على المستويات الأعلى أو المستويات الرسمية. يعني بطولة كأس الخليج، كأس العرب، احنا الأهم عندنا الكأس العالم طبعا وآسيا، هذين أهم بطولتين. وهذا ما فعله المنتخب السعودي، بعث المنتخب الأولمبي مشارك في هذا المنتخب، منتخب ومدرب ممكن أن يكون رافد للمنتخب الوطني. نعم، مع إذا عندك نواقص هسه بهذا المنتخب، يعني الملاحظة اللي ملفتة للنظر مدافع يمين واحد، مدافع يسار واحد، هذه مشكلة ما عندنا احتياط. يعني عجزة اللي هو حسن رائد لاعب فريق القوى الجوية وفرانس بطرس كظهير يمين، عجزة كرة القدم عن 23 لاعب فقط. أعتقد يعني هاي وجهة نظري، أنا مع احترامات أتمنى الأخوة اللي دعوهم والمسؤولين على الدعوة والمدرب أن يتوفقون، لكن هذا مو بناء. تريد تبني لكرة قدم مستقبلية ل 2026 2030 بهذه الطريقة ما راح نبني، راح نبقى ننزل الخط البيان راح يبقى متنازل وغير واضح بصراحة. يعني انت فوضل. كنت مع اشراك المنتخب الاولمبي؟ الاولمبي او رديف، او الرديف أولمبي أو رديف. ما عندنا منتخب اولمبي سوى رديف. لا بس اولمبي شو المانع سوى رديف؟ عندك مغتربين كثر، صح. عندك لاعبين محليين كثر، شو المانع سوى رديف؟ هاي صار سنين نحكيها مع المنتخب، ثلاث اتحادات تغيرت وما مسوين منتخب رديف. ما اعرف يعني لا حياة لمن تنادي. اللي تحدثوا به اللي صرح به الاخوان المسؤولين انه راح نبني منتخب وطني. هذا مو بناء، هذا تنافس مو بناء. تنافس المنتخب الوطني راح تدزه ببطولة اخرى، وراح تجي بطولة الخليج وتدز نفس اللاعبين للخليج، وتجي غرب اسيا وتدز الغرب اسيا نفسهم. شو وقت راح يصير تدافع بالمراكز؟ هو هسه نفسه هذا المنتخب الكابتن، يمكن هي المعلومه انطاني اياها الكابتن، يعني مدافع يمين واحد مدافع يسار واحد. نستعرض الاسماء بالتفصيل. انا اضافه لك كابتن، اعطيني رايك اولا بالقائمه.